يجهم لأخيك المسلم، لكن المتأمل في البعض يجدون أنهم يستلفون ويقترضون لأمور للزينة، للزيادة، للرفاهية حقيقة. يعني عنده استطاعة يشتري سيارة ب50,000، لا إلا يشتري سيارة ب200,000، ويروح يأخذ أقساط ويأخذ على شيء يصل إلى هال200,000. عنده بيت على قده مثلا كذا، يروح يأثث بأثاث ويأخذ من هالبنوك قروض ويستلف. الزواج، يعني أنا أقرأ رسالة لأحد الشباب يقول الآن جاني 4 من عيالي، العيال بعد الزواج 4 عيال، وأقحموني في الزواج في بدايته، يقول والله لازلت بعد الرابع ولد أسدد في ديون الزواج. وقد قيل أثر عن أحد الأحبة يقول إذا مليت من رجال ما عاد وده أنك تشوفه سلفه. حاصل الله. إيه، فلذلك لو تأملنا حقيقة، النبي صلى الله عليه وسلم جاء في البخاري حديث عجيب، حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من بني إسرائيل إن استدان من رجل 1,000 دينار، فقال له هذا جيب لي شهيد يشهد عليه، قال وكفى بالله شهيدا، قال جيب لي كفيل، قال وكفى بالله كفيلا، قال أجل ما دام الأمر كذا أمرنا لله، وحددوا موعد السلف وسداده. أخذ هذا 1,000 دينار ومشى. هذا في الوقت المحدد جاء وبينه وبين بلد هذا الرجل وادي ماء أو بحر أو مشابه ذلك، فانتظر قارب علشان يوصله للبلد اللي فيه الصاحبة راعي المال. فمن الصباح وجالس حتى أقبل العصر ما جاء أحد. قال يا ربي إن الرجل طلب مني شهيد وقلت كفى بك شهيدا، وطلب مني كفيل وقلت كفى بك كفيلا، وإني الآن واضع هذا المال في هذه الخشبة. فوضع المال في خشبة نحتها، ثم حط 1,000 دينار وحط معها رسالة، إن وصلك فهذا مبلغ دينك، وقال بسم الله فوضعها في الماء. هذاك كان على الجهة الثانية من الصباح ينتظر 1,000 يجي. يوم أظلمت الدنيا حول المغرب إلى مغرب الخشبة اللي جاية، قال عوض ولا القطيعة هذه خشبت، خلنا ناخذها نشببها ونتدفافها. يوم وصل عند عياله يوم يكسرها ولا هالخشبة موجودة ولا فيها هال1,000 دينار وفيها الرسالة. شوف الصدق وشلون، يعني ما أخذه بيتلاعب. شوف يقول لما أخذها الحمد لله هذا الرجل بعد، ومع ذلك ما اطمأن، جاء من بكرة ولا اللي قاله قارب وجاء ومعه 1,000 دينار ثانية وجاء صاحبه قال له وش عملت من يومين؟ قال عملت كذا وكذا، قال الخشبة وصلتنا ووصل، فارجع بمالك الذي أتيت به. الله الله، وهذا حديث صحيح في البخاري. فلذلك يا أخواني، من أخذ دينا وهو صادقا أن يمضيه ويريده لصاحبه فسوف يعينه الله، ومن أخذه ليماطل فليحذر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم له جنازة قال عليه دين؟ قالوا نعم، قالوا صلوا على صاحبكم. فقال أحد الصحابة إنها علي يا رسول الله، فصلى عليه من باب التحذير. وكم من إنسان الآن في المقابر عليه من الديون لا يعلم بها، لا إله إلا، وكم من الناس له ديون لا يعلم بها. ولذلك الحكمة الحقيقية، يا أيها الذين آمنوا تداين في دين أجلا مسمى فاكتبوه. وأنا أسأل أبو صالح الآن لو بعد البرنامج قال لي سلفني 5,000، ولا حبيبنا سلفني 5,000، انت بسلفك لكن ترى نكتب عليك وبنشهد شهود. قال الله لا يبارك فيك 5,000، الله لا يمنك، ما بي شهودك يزعل. الله نص على هالنص هذا. ولذلك اختم بهذه، اي العلماء يقول واجب، لا اله، اختم بهذه القصه لوالدي رحمه الله لما توفي احد اصحابه. قال ميادي يا وليدي بعدها بشهر كذا، والله اني ابوي ودي ابري ذمه هالرجال، أنا مسلفه 34,000 وبيك تحل الموضوع. وأنا أبوك قلت أبشر يا أبوي. رحت لعياله هم معي، قلت والله الوالد كذا وكذا ومستحم منكم، إن كان عندكم قدرة مالية على السداد فبروا ذمة أبوكم، وإن كان ما عندكم قدرة على السداد فأبوي يقول الله يحلله ويبيح. اللهم فضلك. إي والله يا أخوان. فقال لا أصبر شوي. والله يا أخوان فتحوا ذاك الدفتر حق الأولين، ذاك اللي فيه خطوط الزر قول حمر، تذكره يا أبو صالح؟ وليهم فهرس ذا، وليهم قال له كاتب في ذمتي لابراهيم بن عبد الله المسعود مبلغ 34,000 ريال، استدنت منه في اليوم الفلاني لغرض كذا. يلا شوف ومودع عليه. اي والله اقراها. قالوا ابشر وروحون يجيبونها. فلذلك تسجيل هذه ابراء للذمه. نعم تراها ابراء.
عز الله عليك. وراحة للورثة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصى لا ينام أحدكم إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. لو نقولها للناس قال الله وعد الله منك نكتب هذا. أتخاول على نفسي؟ أتخاول على هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم. نهاية. هذه حمى حمى. الله يقويك. وأنت ذكرتني أبو نايف بسالفة.